الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يشكلان في الواقع منظومة استراتيجية بدأت من فترة قبل أن تأخذ هذا الشكل الرسمي، متميزة اقتصاديا ومتميزة عسكريا وأمنيا وثقافيا، وأخذت على عاتقها هاتان الدولتان الحفاظ على أمن المنطقة والأمن العربي أمام التهديدات الخارجية من جهة، والعمل معا على دفع مسيرة مجلس التعاون لتحقيق الرفاه، تحقيق النمو الاقتصادي للدولتين وأيضا للمنطقة ككل. الدولتان يمران بمرحلة من التحول من الاقتصاد النفطي، الاقتصاد الذي يعتمد على النفط والموارد الطبيعية، إلى اقتصادات متنوعة. عملهما معا معناه يوفر سوق أكبر ويساعدهما في تحقيق هذه الرؤى، سواء رؤية المملكة العربية السعودية أو رؤية الإمارات العربية المتحدة.